مساء النور، معكم في ناديكم عصام سرحان. كما كتشوفوا اليوم حضرنا في واحد التظاهره اللي كبيره بزاف، تظاهره عندها علاقه بعالم الموضه والتجميل، كذلك يعني واحد الحدث اللي هو نوعي بزاف، لانه كاين واحد لبناني اللي هو ماجد خبير الشعر العالمي جا كيعمل واحد الانفورماسيون للناس هنا، وجيت انا بمثابه يعني فاش نشط الحفل انا ومجموعه من الاصدقاء الفنانين. الحمد لله كانت واحد التفاعل جميل مع الجمهور اللي جا حضر لنا، وشكرا طبعا لهم على الحضور ديالهم، سعيد جدا اني معاهم، وان شاء الله يا ربي دائما نكون عند حسن الظن. والسر ديال التفاعل ديالي مع الناس وكيف تفاعلوا معي في اغاني هو كنظن محبه الناس الحمد لله اللي دائما هي وسام على الصدر ديالي، والناس كيبغيو دائما يسمعوني في الطراب ويسمعوني في الاغاني يعني كذلك الخفيفه، فشكرا لهم بزاف على التكبيره ديالهم، دائما مكبرين بينا حنا كفنانين المغاربه. وشكرا طبعا ما ينسانيش اني نشكر بزاف ابتسام اللي هي يعني انفتتني في الحفل وكريمه، وكذلك الهام هذو الناس اللي يعني جنود الخفاء، شكرا لهم بزاف. 2023 كانت واحد السنه اللي الحمد لله جميله، وعملت فيها بزاف الحوايج. انا يعني بحكم الشغل ديالي في الفن فكان عندي مجموعه ديال المحطات الفنيه، ان شاء الله 2024 نتمنى ان تدخل علينا بالصحه والعافيه وعلى جميع الناس بالسلم والسلام، وكذلك بالاعمال الفنيه. انا كنقوم دابا حاليا بتوجيه واحد الالبوم اللي غادي يكون في 2024، فدائما كنطلعوا الى الاحسن. بطبيعه الحال انا الى هضرت على الاماني فدائما كنتمنى الصحه والعافيه لي وجميع الناس، وكذلك بين الاماني اللي كنتمناهم بزاف الحوايج داكشي اللي حققت كنظن انه بسات بالمقارنه داكشي اللي كنحلم به، وان شاء الله يا ربي يحقق ربي لكل واحد الاحلام ديالو. راس السنه كنتمنى يعني ان شاء الله دائما الصحه والعافيه للناس، وكنتمنى المزيد من العطاء والتفوق لكل الناس في جميع المجالات، وان شاء الله تدخل 2024 بالصحه والعافيه للناس كلهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.